احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين باستراليا ونيوزيلندا باليوم الوطني للمملكة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أعلام المملكة التي ترتفع في هذه الأيام على أرض الحرمين الشريفين احتفالا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ارتفعت في العاصمة الأسترالية كامبيرا لتشارك الشعب السعودي أفراحه في هذه المناسبة المجيدة في الحفل الذي دعا له سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلندا الأستاذ حسن بن طلعت ناظر بمناسبة اليوم الوطني 80 للمملكة العربية السعودية. قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الحياة في كامبيرا التي رفعت على مداخلها صور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والعلمين السعودي والأسترالي استقبلت حشد من المهنئين وفي مقدمتهم مسؤولي الدولة والشخصيات الأسترالية ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وحشد من رجال الفكر والثقافة والصحافة الأسترالية وأعضاء الجاليات الإسلامية والعربية ومنسوبي السفارة والملحقية الثقافية والطلبة المبتعثين الذين قدموا لتهنئة المملكة العربية السعودية مليكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة متمنيين للمملكة دوام الرخاء والازدهار والتقدم. بدأ الحفل الذي افتتحه سفير خادم الحرمين الشريفين بالنشيدين السعودي والأسترالي، ثم ألقت رئيسة البروتوكول في الدولة الأسترالية آن بلانكيت كلمة رفعت فيها التهنئة باسم الحكومة والشعب الأسترالي لخادم الحرمين الشريفين والحكومة والشعب السعودي الكريم. كما ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة رفع فيها أسمى التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وأشاد السفير ناظر بمناسبة اليوم الوطني المجيدة واعتبرها فرصة لتذكر أمجاد تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. كما رحب السفير ناظر بتنامي العلاقات السعودية الأسترالية وتطورها على أكثر من صعيد. نحتفل في أستراليا بذكرى اليوم الوطني السعودي والفرحة تعم جميع السعوديين المتواجدين في جميع أستراليا من موظفي السفارة وملحقي الثقافية وجميع الطلبة وأنا باسمهم جميعا أتوجه لقيادتنا الحكيمة التهنئة والتبريكات سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا ووطننا الغالي. كما تخلل الحفل أداء رقصات العرضة والمزمار السعودية التراثية من قبل الطلبة السعوديين المبتعثين. وعرضت أفلام وثائقية تحكي تاريخ المملكة وتطورات النهضة الشاملة التي تعيشها، كما تم توفير الكتب والمطبوعات الإعلامية للتعريف بالمملكة وتقديم القهوة العربية والأكلات السعودية والعربية المعروفة، مما أعطى للحفل نكهة ثقافية سعودية خالصة. كما رفع أعضاء السفارة والملحقية الثقافية وكبار المدعوين من الشخصيات الأسترالية والسفراء الدول العربية والأجنبية تهنيهم إلى خادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة والشعب السعودي الكريم. يشرفني في هذه المناسبة الغالية والسعيدة أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وإلى صاحب السمو الملكي سيدي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله وإلى صاحب السمو الملكي سيدي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الأبي أسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية بهذه المناسبة الطيبة العظيمة. في هذا اليوم الجميل أرفع باسمي وباسم منسوبي الملحقية الثقافية في أستراليا وباسم الطلاب المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أسمى آيات التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين والد الجميع الملك عبد الله بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وإلى سمو النائب الثاني الأمير نائف بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز وتهنئتي لجميع الشعب السعودي وكل عام وأنتم بخير. بدر السلمي من قاعة الاحتفال الكبرى فندق الحياة العاصمة الأسترالية كامبيرا.